السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو هذا كما كتشوفوا جبنا لكم سيروم ديال اس في ار امبول ليفت. بالنسبة لهذا السيروم هذا ديال اس في ار، فالناس اللي كتعاني مشكل للتجاعيد او شيخوخة البشرة وكذلك عيوب جلدية، فبالنسبة لهذا اس في ار هذا كينصحوا به اخصائي ديال البشرة والتجميل، يعني كيقيدوا بزاف في الزوردونز. وكذلك هذا اس في ار هذا عنده فعاليه، عنده صراحه واحد النتيجه اللي صراحه مبهره وزوينه. بالنسبه لهذا اس في ار هذا يعني كيتواجد في البارافارماسي وكذلك الصيدليات. فبالنسبه لهذا المصل هذا او لهذا السيروم هذا، عباره عن مركز لتنعيم واعاده التركيب ومضاد للتجاعيد، كيعالجنا يعني الوجه، كيعطي واحد المثال واحد البشره اللي تكون يعني كيحيدوا كاع العيوب اللي تكون في البشره او العيوب الجلديه، وخاصه التجاعيد. الناس اللي عندهم 18 سنه فما فوق يعني كتجيهم ديك التجاعيد المبكره، فمزيان لهم هذا السيروم هذا ولا هذا المصل. كذلك بالنسبه يعني للمسامات الواسعه، فكيقوم بتضييق المسامات، سورتو يعني الناس اللي كتعاني من البشره ديالهم دهنيه، تيكون دوك المسامات كبار وواسعين، يعني فهذا السيروم هذا علاج فعال. كذلك كيستخدم يعني كسيروم قبل يعني كريم النهار، يعني قبل ما ندير واحد الكريم ديال النهار كيستعمل هذا السيروم هذا. كذلك كيقوم به يعني تشكيله ولا يعني اعاده يعني الجلده يعني الميته كيحيدها، يقوم بتجديد الخلايا ديال الجلد بمثابه يعني واحد التقشير. وفي نفس الوقت هذا المصل هذا عنده واحد تركيز ديال الريتينول، وكذلك فيه فيتامين أ مضاد لشيخوخة البشرة، كيقوم بتصحيح جميع العيوب ديال شيخوخة الجلد، كيصححهم هذا المصل هذا ولا هذا السيروم هذا ديال اس في ار. فيه نسبة ديال الريتينول 0.1%. وفي نفس الوقت هذا المصل هذا ولا هذا السيروم مضاد للأكسدة، كيعطينا واحد البشرة اللي هي زوينة بزاف، فيعني النتائج كيبينو تقريبا في الأسبوع الأول كتبين النتيجة. وكيدار جوج المرات في النهار، يعني صباحا أو مساء، يعني قبل يعني ما نديرو شي كريم. وفي نفس الوقت خصنا نتجنبو ملامسة العينين. بالنسبة لهاد السيروم هذا ديال اس في ار، يعني بالنسبة لاكسيون دو سو سيروم هي اسيغي par sa construction en rétinol, aussi appelé la vitamine A. Cet actif anti-âge de référence permet d'obtenir un effet peau neuve et de corriger l'ensemble des signes de vieillissement cutané et le booste le renouvellement cellulaire, réduit les taches brunes هي انفورميز لو تانت. يعني هادشي يعني راه شرحنا بهاد المعنى هذا باش يعني الناس تفهم. وهادشي اللي كاين فهاد السيروم هذا، يوتيليز يعني كوم ان سيروم افون لا كريم دو جور او دو نوي افان داميليوري لا كاليتي جينيرال دو ليبيديرم انسي لا فورميل contenu dans l'ampoule left SVR va laisser les rides retexturiser et affiner yani, le gras de peau ton favorise la génération des cellules mais qui comble t'aziz ou la tajdid de l'khalaya. هادشي اللي كاين في هاد المعلومات هادي ديال هاد السيروم هذا، اللي عنده اي تدخل يكتبوا لي في الكومنتير، انا غادي نتواصلوا معاه. هادشي اللي كاين، تبارك الله عليكم.